نادي المحرق بالبحرين يعني تدريب العصر ساعتين، السيارة تجي الصبح تاخذ للنادي كأنه ما موظف. اي يعني تاخذه مثلا قبل ساعتين ثلاث ساعات بالنادي، يعني تم كافتيريا ودار استراحة بالنادي هيك غرفة قبل المباراة يعني مثلا يقعدون تخلص المباراة هم يرجعون بالكافتيريا يشغلون التلفزيون يعني هاي الاجواء العاشية الطعام خفيف يبقوهم يعني التجمع ما لا يقل عن 4 إلى 5 ساعات يومين يخلوهم يعني تدري حتى اللاعب يشعر بالانتماء للنادي من يقضي هو وقت طويل بالنادي انسجام بين اللاعبين يكون يعني يحس ان الفريق هذا صار خاص بي يعني هو لازم يفوز إلى نفسه يعني هنا يخليك تعزز روح الانتماء وهذا هاي الفكرة أساسا يعني ترى حتى على مستوى فرق عالمية كبيرة سوت يعني مثلا الجاكس بالسبعينات يعني غزوا أوروبا هولندا 74 78 يعني كان الفريق كله من نادي تقريب واحد وحتى حددوا السكن منطقة واحدة خلوهم يقعدون وقريبين اللاعبين والعوائل مالت بحيث بالتمرين كلهم هم وعوائلهم باللعبات ووصلوا منتخب ومن راحوا سافروا منتخب كأس عالم المعلومات تقول حتى زوجاتهم عوائلهم معاهم اللاعبين فصاروا أسرة واحدة يعني متكاملة حلو. رجعوني الأيام الماضي ونوعية العلاقة، أنت هم رجعوا ياي للماضي.